حيث تكون السحاب أسفل منك وأنت تعتليها، وثم ترى الأرض كما لم ترها من قبل. أنت في أعلى قمة جبل على محافظة جبلية عند أقصى الشمال وأقصى البيئات تضاريسا وأروعها مناخا وجمالا أخاذا. قلعة حرم تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مديرية رازح في محافظة صعدة، وتتربع على قمة جبلية مخروطية الشكل على ارتفاع 5000 متر فوق سطح البحر. تعد القلعة تحفة تاريخية ومعلما معماريا هاما ومن أبرز المعالم السياحية في محافظة صعدة، وشاهدا تاريخيا وإرثا حضاريا، شاهدا على براعة مهندسيها وبانيها واحترافهم فن العمارة العسكرية، وقدر مدهش من قدرتهم العالية على تطويع الطبيعة والتغلب على تضاريسها الوعرة. للقلعة بوابة واحدة من الجهة الشمالية عبرها يتم الدخول لفنائها، حيث يوجد بداخلها مساكن للجند والقادة ومسجد وخزانات ماء ومخازن للحبوب ومجالس لاستقبال الضيوف ومرابض للمواشي وإسطبل للخيول، مستقر حياة متكامل الأوجه على أروع ما يفترضه حس العسكري وبداهة القروي القديم. يرجع تاريخ بناء القلعة إلى بدايات الوجود العثماني الأول كما تشير بعض المصادر، وقد تعرضت للترميم أيضا كما تعرضت للتخريب في فترات مختلفة. وهي يعني مبتناها زيادة على 600 سنة، يعني من أيام الأتراك، وتم تجديدها في أيام الإمام يحيى، وبنى مسجد داخلها، ومن بعدها يعني الإمام أحمد البدر، وبعدها جدي جابر محمد سكنها بدور تسليم بينه هو الإمام، وبعدها الوالد الشيخ صالح جبران عوفان سكنها وحافظ عليها، وما زلنا محافظين عليها لحد التاريخ وساكنين لها. شيدت القلعة بتصميم عسكري احترافي ليناط بالمرابطين عليها مهمة حراسة البوابة الغربية للواء صعدة، وقد تعنى مهندسوها في توضيع العناصر الدفاعية فيها بالاستفادة من الطبيعة الجبلية المكونة لها، والموقع الجامع بين قسوة الجبل الصعدي ولين السهل التهامي المنحدر أسفل منها. إضافة إلى موقعها الهام والمرتفع
الذي أعطاها مجال رؤية واسعة تطل على أفق واسع ومساحة شاسعة من جبال صعدة وسهول تهامة. تطل القلعة بسورها المنيع على أجزاء واسعة من مناطق خولان بن عامر الواقعة داخل وخارج إطار الجغرافيا السياسية، وتتيح لزوارها رؤية مشاهد وتفاصيل لوحة طبيعية خلابة من جبال ووديان ومدرجات زراعية وقرى متناثرة في سفوح وقمم الجبال محاطة بالخضرة والجمال الساحر. وأنت تتجول داخل القلعة تجد عبق التاريخ حاضرا بين جدران القلعة وفي الأرجاء. بحق إنها قلعة تعانق السماء هيبة وشموخا، ومتحفا تاريخيا معلقا فوق هام السحاب، وعند زياراتها تعيد الذاكرة إلى أزمان مضت وتاريخ غابر ضارب في القدم، تاريخ لم يدون وأخذ في طي النسيان. ظلت القلعة شاهدة على دول وأحداث وتحولات عاصفة متعاقبة، بدءا من فترات دول الأئمة والوجود العثماني غير المستقر في صعدة، وفترة انعدام سيطرة الدولة المركزية، إلى سيطرة الأدارسة بداية القرن العشرين، ثم دخول قوات الإمام يحيى مؤسس الدولة اليمنية الحديثة والحرب السعودية اليمنية، ومن ثم الحرب الجمهورية مع القوات الملكية في الستينات. خلف هذا الباب وداخل أسوار هذه القلعة العالية والمنيعة، وقع وزير الدفاع في حكومة الجمهوريين حسين الدفعي والعشرات من جنوده تحت حصار القوات الموالية للإمام البدر، حدث سيطر على نشرات الأخبار العالمية. كان ذلك في منتصف الستينات واستمر لأشهر قبل أن تنهي الحصار واسطة قبلية. وخرجوا ابن بكير وابن رازح منها ونزلوا، يعني قاوموا مع الامام، كان جالس في المروه الامام البدر محمد البدر، وكان والد من يعني المنضمين حوله، وجاء بينها دور التسليم هو الوالد. كان الوالد يشتي يخربها، قال تشتي تخرب وجهك، هذا القلعه قال هي وجهك، اذا خربتها قال خربت وجهك، ولكن قال حافظ على وسكنها ودل دور التسليم عليه عليها. بالرغم يعني انها ما بنحصل لها اي اهتمام لا من النظام السابق ولا من النظام الجديد، واحنا ذي مهتمين بها، ولا يا ليت انه يحصل اهتمام مثل هذا الاثار التاريخيه والرمزيات من داخل الشعب، وهنا النادرات التواريخ داخل الشعب اليمني.
يعني بتأثر عليها الأمطار والبروق بعد ذاك بصواعق حق مبر في رمضان حرق حتى مشاشات وحرق مكهرب وحرق. خارج أسوار هذه القلعة يوجد خزان ماء قديم مطلي بالقضاض أنشئ بغرض تزويد القلعة بالمياه ولا يزال في هيئة سليمة، غير أن مخطوطة قديمة في جدار الخزان تعرضت للعبث. وهذا يعني كانت لوحات تاريخية لا إله إلا الله محمد رسول الله وتاريخها في أيام يعني 84 أو 85، يعني جالس لجنة الدولة على أساس أنهم يأخذوا ملوحة نقفوها بمشيئة الله، ما قامت لهم مقام واحد، ما قامت لها على حرف حرف، لا كان هي جلست ولا استفادوا منها، ولا لو خلوها مكانها يعني كان هي تاريخ عظيم. بضقة وقابس في التاريخ، قلعة بضقة وقابس، وكان يسكنها الصيموخ والترجمان يعني قبل على ما كان يسمع الآباء والأجداد يحكون عنهم، يعني كان هم مثل ما تقول ملكين حاكمين، واحد حاكم في حوتة دي اسمها بضقة وده قابس، وهناك اثنين خزانات مياه كبر من ده وبينهم فاصل بناء، إذا طلع من فوق محاجز يستقوا سواء، وإذا نزل كل واحد يستقي مخصه ومدافن هناك وآثار له. على الجانب الآخر يوجد سد الزريبة الأثري بطول 27 وعرض 27 مترا، وهو الآخر تعرض للإهمال وعدم الاهتمام، يعود تاريخه للقرن الخامس الميلادي كما تشير بعض المصادر. في أسفل قمة الجبل وعلى مسافة ليست بالبعيدة يوجد ضريح بني عليه مسجد صغير يرجع تاريخه للقرن الثامن الهجري. هذا ضريح السيد المعام الفاضل العلامة الشهيد جمال الدين بن علي بن عبد الله بن علي بن داود بن الحكيم بن عبد الله بن عسكر بن مهتا بن مهتا بن داود بن القاسم بن إبراهيم بن القاسم بن إبراهيم بن محمد الشرفين بن جعفر بن الإمام المنصور بالله ابن القاسم علي عبد الله ابن محمد ابن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب.